يقول السائل: قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى لما سئل عن قول ابن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، وعلل فقال: لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه. من هو ابن قتيبة وما مراده بمتعة الشباب وحدته؟ ابن قتيبة من العلماء المعروفين، وكلامه هذا حق لأنه يوافق النصوص، لأن العلماء من كبار السن هم أولى بأن يؤخذ عنهم العلم لطول المدة التي قضوها في تحصيل العلم ونشره، ولأنهم قد وصلوا من العمر مبلغ ذهب عنهم الطيش والسفه وغير ذلك مما يتنافى مع احترام العلم واحترام الناس. وأما الأحداث فهم صغار السن الذين يتصدرون للفتوى والتعليم والتفسير بغير علم، فيحدثون أخطاء وأغلاط يضلون بها الناس، فالعلماء يحذرون من ذلك. ولهذا جاء في الأثر: البركة مع الأكابر، أي من بلغوا في العلم مبلغا وفي السن مبلغا وهم مع العلم والعلماء. والله أعلم.